هيا السلام، عندي مدة من سمعت بموضوع اللي بشي أثر على التوانسة الكل وما كنتش فاهم، واليوم جيت باش نحكي لكم عليه. ليمت هذه لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قاعدة تناقش في قانون الباسبورات البيومترية اللي عنده مديدة من اللي صبته الحكومة. فما زاد مشروع قانون يحكي على بطاقات التعريف البيومترية، أما مازال ما تناقش. ما بين الحاجات اللي يحكيوا عليهم زوز قوانين ذوما وإنه المعلومات والبيانات نتاعنا يوليو بيومترية. شنو معناها هذا بيومترية؟ يعني باش تحط بيوس في بطاقات التعريف نتاعنا والباسبورات اللي فيهم لي دوني اللي يخصوا العبد ذاك. الفازة هذه يحبوا يعملوها باش يسهلوا على السلطات داخل تونس وخارجها انهم يتعرفوا على العباد. وريت كي تبيع بطاقة تعريف ولا الباسبور البيومتري، البيس اللي فيها تتحرق كيفها كيف التليفون. هو الحقيقة النية ما تنجم تكون كان طيبة في القوانين هذوما، على خاطر المنظمة العالمية للطيران المدني قالت وان الدول الكل ابارتين من 2005 لازم يردوا باسبوراتهم بيومتري. وهما لم كنت يحبوا وان الدول الكل في 2015 تكون باسبوراتها هكاك. مش ليه حكاية البيومتري هذي؟ برا اخويا يجيب شربك واجي اركش خلي نفرك الرمان. المعطيات البيومترية هي معطيات شخصية، وسطر لي بالكدي على شخصية. اما مش كيف الاسم واللقب اللي نجم اي واحد يعرفهم من غير ما يتعب روحه برشا. المعطيات البيومترية هي حاجات تخلي ناس ولا جهات معينة تتعرف عليك من خلال مواصفات معينة، كيف مثلا لون العينين والا البصمة والا الطول والا فصيلة الدم. لا محالة الفازة ذي نلقاها موجودة في السمارت فون اللي يطلب عليك اما البصمة متاعك باش تدخل والا الريكونيسونس فاسيال. تقريبا نفس الحاجة نجم قاها في الادارات اللي عندهم سيستم دو بوانتاج، واللي الخدامه اللي فيها ما تنجم تدخل كان ما تحط البصمه. الحاجه اللي بلوز مؤتمن وانه التليفون نتاعك انت والمعطيات اللي تحطهم فيه نجم كان انت تدخلهم وتحكم فيهم. والحاجه الاخرى وانه هيئه المعطيات الشخصيه هي اللي تعطي الترخيص للادارات باش يحطوا الكاميرات سيرفيونس واللي سيستم دو بوانتاج. اصلا البيس وحدها كي يسمع بها التونسي يقول لك هذوم يحبوا يقدوا لي ويعملوا لي. صحيح انت عندك الحق تخاف، خاصه وقت اللي الدوله تولي تخمم بالمنطقه هذيا انها تحط بيس الكترونيك في بطاقه نتاعك وانت ما تعرف عليه حتى شيء. اكثر من هذا انت لا تعرف شنية اللي دوني اللي محطوطين في البوست، وين قاعدة تتخزن، اسكو سيكوريزي ولا لا. يعني عادي نهار انت تدخل المجازان على روحك باش تعمل كارت فيديليتي ويطلبوا عليك بطاقة تعريف، وكيكة تولي معطياتك البيومترية كل مقيدة عندهم. القانون اللي قاعد يتناقش في اللجنة تو يحكي على الباسبورات اللي فيهم بوست اللي فيهم لي دوني اللي ديجا محطوطين في بطاقة تعريف البيومترية. اخي معروف عند التوانسة كل قبل ما يبدا عندك باسبور لازم يكون عندك بطاقة تعريف. دونك كيفاش باش يكون عندك باسبور بيومتري قبل بطاقة تعريف بيومترية؟ اخي الحصيلة قبل الجامعة ولا كيفاش؟ اكسس ناو اللي هي جمعية مختصة في التكنولوجيا تحكي على برشا حاجات تخوف في القانون هذايا. يا اخي مثلا شنو المعلومات اللي باش تتحط في البيس هذايا؟ والمعطيات هذايا وين باش تتحط وتستوكا؟ يعني كيف ما نقولوا نحنا باش تكون فما باز دوني فيها معلومات توانسة الكل محطوطين غادي. وانا وانت شكون يضمن لنا وان المعطيات نتاعنا ما تتسربش لدول اجنبية؟ وإلا فما شكون يدخل لها ويتلاعب بها. أكثر من هذا أكسس ناو تقولنا وإنه فما إمكانية إنه يضيقوا على العبيد كي تبدأ فما بيوس في بطاقة تعريف نتاعها. تخيل أنت عندك بيوس في بطاقة تعريف تراقبك وين مشيت وين جيت، خاصة كي نحكيو على استغلال البوليسية لمعطياتنا البيومترية من غير حتى ضمانات. وكيكا يولي فما ريسك كبير للفي بريفي نتاعنا وحتى سلامتنا الجسدية. وظهر لي الإيقافات اللي صاروا في الشهرين اللي فاتوا هما أكبر دليل على الريسك هذايا. وكلنا شفنا ولا قرينا كيفاش البوليسية تجمدت باش تراقب الفيسبوك باش تطيح العباد اللي شاركت في المظاهرات كونتر الحكومة. ولهنا يولي فما حديث على المعطيات الشخصية اللي هو مبدأ أكبر وأشمل من المعطيات البيومترية. وبالمناسبة نحب نقول لكم إنه تونس مازالت لتوا تخدم قانون المعطيات الشخصية اللي خرج في 2004 واللي شكون عامله؟ أي نعم، بن علي، واللي ماهوش مواكب التطورات اللي نعيشوا فيها نحنا تو. هذا ما غير بيس في البطاقة تعريف، خلي كان يعملوه. تو نتصور ما فما حتى حد ما يحبش وإنه بلاده تتطور وتشارك في المنظومة العالمية وحياتها تسير والفازيت هذوكم الكل. أما راهي حاجة كيف نهكا راهي تتكلف برشا برشا فلوس. تظهر لي نحنا تو نقلقوا باش نكملوا خلصوا شاري. خلي بيس بيومترية. أكثر من هذا في العالم اللي نعيشوا فيه نحنا تو البيراتاج على عجلة. هذا مش أي حاجة، راهم معلومات ملايين الناس
اللي باش تحط في الريسك. معلومات ما تتبدلش من نهار اللي تعمل هالبطاقه البيومتريه. لما كنت ما نصورش فما شكون باش يبدل لون عيني. هذا يعني لو كانت سرقه المعلومات ما عاد عندك ما تعمل وتولي حديت حياه الناس في خطر. برجو ليا عسيتات بتاع الدوله اللي نشوف فيهم والسيكوريتي والفازات هذوكم الكل عادي غدوه كنت تسرق هالمعطيات هذيا نلقاها في فريب الحفصيه. ردوا بالكم هذا راهو مش كلام نطيش فيه هنا كيك. في 2018 المفوضيه العامه لحقوق الانسان اللي تابعه الامم المتحده خرجت تقرير تحكي فيه قديش استغلال المعطيات البيومتريه ينجم يكون مخطئ. هما شو بطاقه التعريف البيومتريه وعلى حسب علمي وزاره الداخليه في 2016 هي اللي صبته في البرلمان واللي تناقش وقتها في لجنه الحقوق والحريات. برشا جمعيات على راسهم اكسس ناو احكيوا كيفاش القانون هذا يخطير على خاطر ما فيهوش ضمانات لحمايه المعطيات الشخصيه ضد البيراتاج. وبيناتنا نحن على قدنا امور تكنولوجيا دونك ما ندخلوش رواحنا في تعازق نتاع بيراتاج ونحن ما نقدوش رواحنا. وعلى ذاك بعد برشا ضغط من المجتمع المدني مشروع القانون هذا تسحب. الاكيد وانه فما برشا دول سبقتنا وخدمت على موضوع بطاقه التعريف البيومتري. دول قرات بحساب السيناريوهات الكل وتضمن وانه معطيات الناس ما تتبيراتاش وما تستعملهمش ضده. اما فما زاد الدول حبت تجرب الموضوع هذا وطاحت في غلط خطيره برشا. من الدول هذه الهند. كيف ما تعرفوا الناس الكل فانه الهند فيها مليار و300 مليون ساكن وهذا اللي خلق لهم برشا مشاكل. مثلا اقل من 2% كهو من السكان يدفعوا في الضرائب نتاعهم. اربعه من كل 10 يتولدوا جدد ما يتقيدوش يعني بلغتنا نحن ما عندهمش مضمون. وعلى ذاك الهند قررت باش تعمل اكبر سيستم تاع بطاقه تعريف بيومتريه في العالم اللي هو كان حل برشا مشاكل. بخلاف المشاكل التقنيه اللي حرمت برشا عباد من انهم ياخذوا اعانات مع عند الدوله اكبر مشكل كان هو حمايه المعطيات الشخصيه. في 2018 خرجت حكايه وانه ليزورديناتور تاع العباد اللي ياخذوا في بصمات المعطيات الشخصيه تاع العباد بيراتي. وفما صحفيه استقصائيه تبعت الموضوع وشريت معطيات بيومتريه تاع مليار عبد $7. اي نعم $7. وخيتني هذه تحسها شريت كسكروت مش معطيات بيومتري. والدولة في عوض تشوف كيفاش تتصرف المعطيات هذيا وترجعهم مشيت لفقة التهمة للصحافية ودكتها في الحبس. بطبيعة مش كان الصحفية شريت المعطيات هذوما اما برشا شركات اخرى. في الاخر نحب نقولكم انه ما نصورش اللي فما شكون باش يجي يظن انه الدولة بتاعنا تتطور وحياة الناس تسهل. اما هذا كان يتعمل لك هكا بعلمة غير ما ثبتوا في كل خطوة ونحميوا المعطيات عادي غدوة نلقاو روحنا في خطر كبير. على ذاك ماذا بيا تقعدوا تتبعوا شنو صاير في القانون هذايا خاصة وانه قاعد يتناقش في البرلمان. ولكن باش نعلمكم وقت اللي يتعدى للتصويت باش نجموا نعملوا ضغط انه تصيروا تعديلات كبيره. هذه كانت حلقتنا اليوم في التركين على موضوع مهم جدا اللي يمس التوانسه الكل. كان عجبتكم ما تنساوش تعملوا ابوني كومونتي وتحطوا جيم وتبارتاجيوها مع اصحابكم على الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نواد. وانا اشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.